مساء الخير على حضراتكم، واهلا بيكم معانا حلقه جديده من حلقات برنامجكم مساء الخير ليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022. الاسعار 2022 قعدوا يخوفونا وانها هتكون سنه سيئه جدا وانها هتكون وبال على العالم، لان في بدايتها كانت لسه العالم لم يعني يشفى بعد من الكورونا ومن الاغلاق التام لمدة طويلة ومن تعطل سلاسل الإمداد ومن خراب الاقتصاد. وإذا بنا في بداية هذا العام وبالتحديد في أول فبراير يعني يحصل الاستفزاز اللي أدى إلى الحرب الروسية الأوكرانية، أو حرب روسيا نيتو أو حرب روسيا أمريكا، سموها زي ما تحبوا. المهم أنه الناس توقعت أنه السنة هتبقى صعبة جدا جدا، وأن احنا مش هنلاقي ناكل وأن احنا هنتشرب. احنا هو الحمد لله بعد سنة من هذه التوقعات لا تشردنا ولا جعنا ولا قعدنا في الشارع. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هذا الوطن محفوظ في قلب الله زي ما قداسة البابا دايما يقول، ما تخافوش ابدا على مصر. امال احنا هنا بنعمل ايه؟ احنا هنا بنأدي دور يحث ويعلم ويشجع كل واحد على انه يعمل اللي عليه. الانسان اللي في كرسي مسؤوليه بنحثه وبنشجعه وبنقول راينا في ادائه وبنشجعه انه هو يشتغل اكتر ويخلص اكتر علشان البلد حال المواطن فيها يكون احسن. والمواطن بنشجعه على انه يخلص اكتر يشتغل اكتر ويتفائل ويترجى في الله خيرا ويسعد. لسه الخير في صعيد مصر موجود. كنت في زيارة تانية يوم الجمعة والسبت اللي فاتوا لإحدى قرى بيبا والفشن، ورحنا دير الأنبا صمويل، وكان عيد الأنبا صمويل يوم السبت اللي فات، والدير مليان نيافة الحبر جاي الأنبا باسيليوس. كنا ماشيين مع بعض رايحين التطييب بتاع جسد الأنبا صمويل وجسد أنبا أبولو تلميذه، وقال لي إن الناس شايف الزحمة، الناس ما صدقت إنه الدير يفتح. الناس مبسوطة وفرحانة وفرحانة بربنا وسعيدة وبتشكر ربنا. أهم حاجة إن أنت تكون شاكر وتكون مجتهد، مش تشكر ربنا وتقعد بقى تبلط وتضيع وقتك في إنك تقعد ترغي وهنروح فين والأسعار والدولار والاقتصاد والخراب وروسيا وأوكرانيا وأمريكا. يا عم اهدى شوية اهدى شوية وقول الحمد لله أشكرك يا رب. وإذا كان عندك فرصة أن أنت تزود هذا الإخلاص هيزيد دخلك، سواء في نفس الشغلانة أو في شغلانة تانية. لو كنت بتشتغل مع ناس ما بيقدروش إخلاصك دي مشكلة وتقدر برضو تلاقي لها حل. لو كنت بتشتغل بتبذل جهد كبير قوي في مقابل قليل قوي تقدر تدور برضو على شغل تاني. لو كان اللي بيشتغلك لو انت بتشتغل معاه وهو بيشتغلك وبيستغلك تقدر برضو ان انت زي ما بيقولوا الامريكان check your price، شوف تمنك، اختبر تمنك مرة كل سنة سنتين، شوف الظروف المواتية. انت بتاخد قرشين برا، لو حد تاني عايزك هتاخد أربعة؟ خلاص هتقعد ليه في أبو قرشين؟ هتاخد أربعة بس ناس بايخة؟ طب خلاص خليك، يبقى ده ليه تمن إن أنت عايش في سلام وعايش مع ناس كويسة وبعيد عن المشاكل والمؤامرات. هتاخد قرشين ونص، طب ما مش فرقة كتير، خليك في أبو قرشين والناس عارفهم من زمان والدنيا لطيفة وممكن يحصل تقدير ويحصل زيادة. بس بالراحة اعمل كل هذه العمليات بهدوء. داود النبي بيقول كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه أو ذرية له تلتمس خبزا. صديق يعني إنسان صادق، إنسان بيعامل الناس بأمانة، مش بيغش، مش بيتآمر، مش بيتحالف مع حد ضد حد. ربنا ما بيتخلاش عن حد، بالعكس ده ربنا بيغدق وبيمطر على الأبرار وعلى الأشرار وبيغدق خيرات. عمرك شفت الشمس طلع قالت النهاردة أنا هطلع بس للكويسين؟ بقى إيه، أي حرامي أي مرتشي أي سارق أي زاني أي قاتل، إبع إبع كده عندك عتمة؟ مفيش. إلهنا عظيم حنان
كبير بيحب مصر قوي، مصر بتنهض قوي، صحيح الأسعار بتغلى وصحيح الدنيا بتتعقد والدنيا بتتكعبل، واو بيحاولوا على قد ما يقدروا بإخلاص إن هم يقللوا من تحمل حضرتك وضعفي للتأثر ده، أو إنه ياخدوا العبء الكبير يحطوه على البلد والعبء القليل على المواطن. وزي ما قال أحد خبراء الاقتصاد معانا في البرنامج، فرق ما بين الوانتس والنيدز، الاحتياجات الضرورية اللي انت بتقدرش، لازم الناس تجيب الكتب والكراسات تروح المدرسة، لكن مش لازم تجيب لانش بوكس معرفش شكله ايه وتمنه كام، مش لازم تجيب الشنطة اللي بتتعلق، مش وقت دلوقتي الحاجات دي، على قد الحفنة نمد رجلينا وربنا هيعدينا. النهاردة هنناقش مخاوف كبيرة للمواطنين من موجة شديدة وجديدة لغلاء الأسعار مع الكاتب الصحفي المستشار السابق لوزير المالية المصري الكاتب الكبير الأستاذ مصباح قطب، هيكون معنا في فقرة الحوار وحنتكلم عن هذا الأمر. خلونا نبتدي بجهد وإخلاص رئيس الدولة عشان يخف العبء عن المواطن. النهاردة رئيس الجمهورية اجتمع مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمود مصطفى وزير قطاع الأعمال العام، وتناول الاجتماع متابعة خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام وحسن إدارة الأصول التابعة له. الرئيس بيوجه بمواصلة الجهود لتطوير شركات قطاع الأعمال بجميع مكوناته. مهندس سمير سامي رياض عضو غرفة اتحاد الصناعة صناعة الغزل والنسيج باتحاد الصناعات المصرية، مساء الخير يا فندم. النور اهلا بحضرتك يا باشمهندس. باشمهندس يعني احنا اتكلمنا مع حضرتك كتير في هذا البرنامج وبنشرف دايما بوجودك معانا، لكن النهارده عايزين نقول احنا في مرحله مختلفه ولا زي ما احنا بنهاتي في اللي كنا بنهاتي فيه من 10 سنين من 8 سنين من 6 سنين؟ هو الحقيقه ان احنا صناعيا يجب ان احنا نتطور، وطبعا سياده الرئيس والقياده السياسيه مهتمه بالتصنيع وبالصناعه، وطبعا تطوير القطاع العام ده احدى السبل، في لان القطاع العام كان له دور مميز في الصناعه وفي الاقتصاد المصري، فما فيش شك ان احياء دور القطاع العام وان هو يدي مردود اقتصادي جيد ده شيء حميد وشيء بنشجعه كلنا وشيء مطلوب. فالحقيقه سياده الرئيس اهتم بالقطاع العام واهتم لانه في صناعات زي صناعه الغزل والنسيج، صناعة الغزل وخصوصا كانت مقتصرة على القطاع العام، ويوجد بنية أساسية جيدة في القطاع العام لكنها لم تتطور إداريا وصناعيا، ويعني تطويرها شيء ملح وشيء مهم ومهاريا كمان يا باشمهندس، وده وجه بيه الرئيس النهاردة. طبعا ده الحقيقة ده كل ده هو بيحط إيده على الجرح، هو عايز ان احنا هذا الجرح ان احنا نصححه يعني. طب في راي حضرتك ايه المعوقات الكبيره اللي بتحول، يعني مثلا المكن اللي عندنا منذ الخمسينيات لم يتطور، قدرات العامل المصري، احنا بنشوف دلوقتي لما بسمع من اصحابي اللي بيسافروا الصين عشان يجيبوا حاجات للملابس بزعل قوي، بزعل قوي على السوستة وعلى الإبرة اللي بتتلضم لوحدها وعلى الكلفة وعلى العروة وعلى المستلزمات الدهان والطباعة، بزعل قوي إن الحاجات دي ما بقتش موجودة في مصر. ما فيش شك إن التطور اللي حصل في التكنولوجيا والتطور الصناعي والتطور الفكري في العشر سنين اللي فاتوا كان له أثر يعني فظيع، فإحنا الحقيقة التطور عندنا كان بطيء، فبالتالي لم نواكب التطور العالمي والتطور الصناعي والتطور التكنولوجي، وده اللي احنا عايزين نلحق بيه، فكله متاح وكله موجود، فما فيش حاجة النهاردة ما نقدرش نختبسها ولا نقدر نتطور بيها بسرعة شديدة، لأن العالم النهاردة فتح على بعضه، ويجب ان احنا نترفع عن فكرة ان احنا ما نقدرش نستورد فكرة او نستورد حاجة، لأن كل حاجة مباحة للاستيراد والتقليد، لازم نقلد، احنا ما نقدرش نقعد نفكر لوحدنا لان العالم حوالينا بيفكر كمان معانا، فاحنا يجب ان نقتبس ما هو مطلوب وما هو ملح وهو يعني نقدر نطلع بيه لقدام ونقدر نتطور. اعتقد يا باشمهندس كمان انه العلاقه الطيبه جدا
بين الشعبين والحكومتين والقائدين المصري والصيني تسمح لنا ان احنا نستلهم افكار ونوطن تكنولوجيا ونجيب مكان، ولا ايه رأي سعادة؟ بالضبط، هو ما هيش مكان بس، هو الفكر نفسه. يعني احنا لو تطور الانسان في فكره فده شيء ملح وشيء مهم جدا، وده البداية. وبعدين المكن وكل ده كله مقدور عليه، لان اذا كنا بننشئ مصنع فالمصنع يعني ايه؟ يعني مكنه ويعني خامه ويعني انسان. الانسان لما احنا محتاجين تطوير الانسان، هو ده الشيء الملح جدا بالنسبه لنا. فده اللي احنا عايزين نتطور فكريا، لان انا بقول دايما ان اللي طلع القمر ما طلعش برجليه، فكر وبعدين طلع. فاحنا عايزين ان احنا نفكر وازاي نقتبس علشان احنا ما نبقاش متاخرين عن العالم. فيجب ان احنا التطور اللي موجود النهارده في التكنولوجيا في الصناعه عامه يجب ان نقتبسه، ويجب ان ناخده بسرعه، ويجب ان احنا نطبقه تطبيق عملي. نتمنى يا باشمهندس ان الحكومه تحذو حذو رجال الاعمال، رجال الصناعه الكبار وحضرتك من ضمنهم، في انها تنشئ مدارس فنيه، وانها تعمل دورات تدريبيه للعامل اللي عدى مرحله الثانوي التجاري وعنده خبره 10 و20 سنه على مكنه قديمه، وتديلهم افكار زي ما سعادتك بتقول كده بقى، افكار جديده، وتعرض عليهم الحاجه اللي تخليهم قاعدين مندهشين كده ونفسهم يتطوروا لمستوى العامل في الصين وفي الدول المتقدمه كل في تخصصه. يعني مظبوط يا فندم، ربنا يدبر ان شاء الله ويهدي كده، وان شاء الله نطلع لقدام، لان بلدنا تستاهل كل خير. صحيح. شكرا جزيلا باشمهندس سمير سامي رياض، عضو غرفه اتحاد صناعه الغزل والنسيج باتحاد الصناعات المصريه، شكرا جزيلا. وكذلك طبعا كل القطاعات الاخرى، بس انا اتكلمت عن الغزل والنسيج مع المهندس سمير لان هو ده التخصص بتاعه. ايضا الرئيس في اجتماعه النهارده مع دكتور مصطفى ودكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان، ودكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوريه للصحه والوقايه، تابع مبادرات الصحه العامه وتطوير الخدمات الصحيه في وحدات الرعايه الاساسيه على مستوى الجمهوريه. تعالوا نشوف نشاط السيد الرئيس النهارده ونرجع نكمل اخبارنا مع حضراتكم. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود مصطفى وزير قطاع الاعمال العام. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام وحسن إدارة الأصول التابعة لها. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام بكافة مكوناته، بما في ذلك تأهيل وتدريب القدرات المهنية والفنية، وذلك في ضوء أهمية وقيمة قطاع الأعمال العام في المساهمة في عملية التنمية الشاملة وبما يمتلكه من أصول عديدة ومتنوعة على مستوى الجمهورية تستوجب حسن إدارتها واستثمارها كموارد مملوكة للدولة، بما يعظم المردود الناتج عنها لصالح الاقتصاد الوطني وكثوابت أساسية لصون المال العام. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير قطاع الأعمال العام عرض في هذا الصدد المخطط الشامل لإصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام والتي تستهدف التحديث والتنمية المستدامة للقطاع على نحو يؤدي إلى تخطي ما به من معوقات ويطور منظومة إدارته بشكل محوكم، موضحاً أن عملية إعادة هيكلة الشركات تتضمن تأهيل وتدريب الموارد البشرية بما يمكن تلك الشركات من مواكبة التطور الصناعي. كما اطلع السيد الرئيس في هذا الصدد على جهود تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، لا سيما من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع، فضلاً عن تحديث الآلات والمعدات بالمصانع، وكذلك تطوير عملية زراعة القطن بالتنسيق مع وزارة الزراعة في هذا الإطار. كما تابع السيد الرئيس مستجدات تطوير شركة النصر للسيارات في إطار جهود استغلال أصول الشركة والخبرات الفنية المتنوعة التي تملكها. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان،
والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية. الاجتماع تناول متابعة مبادرات الصحة العامة وتطوير الخدمات الصحية في وحدات الرعاية الأساسية على مستوى الجمهورية. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على آليات تطوير منظومة تقديم الخدمات الصحية في وحدات الرعاية الأساسية بما فيها الوحدات في نطاق مبادرة حياة كريمة، وذلك بهدف زيادة معدلات التشغيل ورفع كفاءتها الإنشائية ودعم الخدمات المقدمة بها. وقد وجه السيد الرئيس بتخصيص حزم تحفيزية للأطقم الطبية العاملة بوحدات الرعاية الأساسية، وكذلك تزويدها بكافة الأدوية والأجهزة اللازمة للقيام بدورها على أكمل وجه. كما وجه سيادته بإضافة عيادات تخصصية لخدمات وحدات الرعاية الأساسية على مستوى الجمهورية، بما يساعد على تغطية تقديم الخدمات الصحية الخاصة بالشباب المقبلين على الزواج، وكذلك متابعة مرضى الأمراض المزمنة ورعاية كبار السن، فضلاً عن العمل على تفعيل خدمات الطوارئ على مدار الساعة في بعض وحدات الرعاية الأساسية، وكذلك دراسة تقديم خدمات منزلية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. كما عرض الدكتور خالد عبد الغفار الجهود القائمة لتحسين صحة الأسرة المصرية وتعزيز برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، حيث وجه السيد الرئيس بعقد مؤتمر سنوي باشتراك كافة الخبراء ذوي الصلة، بحيث يتم تناول الأوضاع الصحية على مستوى الجمهورية وموقف الخدمات والمبادرات المتنوعة المقدمة في هذا الصدد، فضلاً عن المساهمة في عملية التوعية الصحية، خاصة ما يتعلق بتقديم خدمات تنظيم الأسرة ونشر الوعي المجتمعي بأهمية القضية السكانية وتأثيرها على صحة الأم والطفل والأسرة من خلال الصحة الإنجابية. يعني طبعا الرئيس كمان تحدث عن حملة طرق الأبواب بالذات في حتة الصحة الإنجابية، إنه الوزارة توصل لكل سيدة في الكفور والنجوع والتوابع والمراكز والمدن، بحيث إنه يبقى مفيش حد يعني عنده، مش عايز أقول حجة، لكن عنده عذر مقبول إنه هو ما فكرش في يعني تنظيم الأسرة وترشيد الإنجاب، ولأن الحاجات دي بتفرق قوي في مجموع اقتصاد الدولة. مجلس النواب وافق على مشروع تعديل قانون نظام هيئة قناة السويس، وأكد النائب محمد سيد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية أن فلسفة المشروع بتهدف لإنشاء صندوق مملوك للهيئة من خلاله تحقق عدد من الأهداف: زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس، تطويره، الاستغلال الأمثل لأمواله، أفضل معايير وقواعد دولية لتعظيم قيمة قناة السويس. معالي النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا شهاب، وأهلا بسيادتك وسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك معانا. ويعني أهم هذه التعديلات، يمكن إحنا عندنا تجربة ناجحة في صناديق سابقة زي رعاية أسر الشهداء والمصابين عمليات الإرهابية وغيرها، وعندنا صندوق تحيا مصر تجربة ناجحة، وعندنا صندوق مصر السيادي تجربة شديدة النجاح. إزاي الصندوق بتاع قناة السويس يقدر فعلا يعظم ويبتكر أفكار لهذه القناة اللي هي شديدة الأهمية للعالم كله؟ والله يا فندم، هو طبعا المشروع ده كان إنشاء الصندوق هو حاجة كانت غاية في الأهمية، وهو جاء في توقيت مناسب جدا. خلينا الأول نتكلم في إن فلسفة المشروع قانون هو بيستهدف هيئة قناة السويس. المشروع قانون ده إيه؟ إن إنشاء الصندوق المملكة تسعى من خلاله تحقيق الأهداف، عديد من الأهداف، منها مثلا على سبيل المثال زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وده طبعا يعني بيخليها إن هي تستغل الموارد اللي بتيجي من هيئة قناة السويس لاستغلال الأمثل للأموال اللي بتحصل عليها الهيئة. طبعا افضل المعايير والقواعد الدوليه لتعظيم قيمتها. طبعا الحاجه الثانيه
بتساعد على تمكين هيئه قناة السويس من مجابهه اي ازمات او حالات طارئه تحدث نتيجه اي ظروف. طبعا يعني حضرتك عارف المشكله بتاعت ايفر جيفن طبعا اللي حدثت، والاداء البطولي لو كان في صندوق يمكن كان ممكن ما يبقاش في معوقات اداريه او بيروقراطيه لصرف مثلا مكافآت كبيره، العالم كله كان بيشيد وما زال بنجاح مصر في هذه التجربه. مظبوط، تاكيدا على كلام سيادتك ان يعني النهارده كان رئيس الهيئه الفريق اسامه ربيع قال ان كان في هيئات دوليه قالت ان المشكله دي تتحل في 3 لـ6 شهور. طبعا فهم حلوها في 6 ايام طبعا بالخبرات الموجوده في الهيئه. فحك تخيل لو 3 لـ6 شهور ده كان حصل، كان هيجيبوا برضه الناس منين؟ كان هيجيبوا موارد منين؟ فهنا جت فكره انشاء الصندوق، ده يساعد كتير في حل من الازمات. طبعا في مثلا هي ممكن يكون في قدره على تمكين الهيئه من القيام بجميع الانشطه الاقتصاديه والاستثماريه، بما في ذلك مساهمه الصندوق بمفرده او مع الغير في تاسيس الشركات، يعني يقدر ياسس الشركه ويزود رؤوس اموالها. طب بالنسبه يا فندم للمنطقه الاقتصاديه او المناطق الاقتصاديه لقناه السويس، يعني هل الصندوق ده هيتيح ليها اداره للهيئه اداره هذه المناطق بقى بالتعاون بقى مع الدول والشركات العملاقه اللي جايه لنا من بره؟ طبعا هيستغل استغلال امثل، وهيخلي المنطقه الاقتصاديه في قناه السويس منطقه عالميه تقدر تنافس يعني اماكن كتير زي قنوات كتير موجوده او مواني كتير موجوده جنبنا. أيه. هتخلي قناه السويس في مكانه ثانيه، وتخلي تعظم الموارد بقى اللي بتيجي منها. تمام. يعني هتخلي دخل بدل ما كان مثلا بيخش دخل معين، لا هيعظمه وخليه اضعاف اضعاف. نتمنى يا فندم خصوصا مثلا في حاجه صغيره كده، ان بعد موضوع تعويم ايفر جيفن بشويه سياده الرئيس قالها في الاول بالتليفون للفريق اسامه، وبعد كده قالها علنا، اي معدات محتاجينها بغاطس اكبر بمعدات كراكات حديثه و تجيبوها فورا. طبعا وجود بقى صندوق زي ده يذلل العقبات الماديه امام طموح زي ده. بالتاكيد صح، زي ما حضرتك قلت سياده الرئيس دايما بيدعم بشكل كبير هيئه قناه السويس، طبعا يعني هي هيئه مملوكه للدوله وللشعب المصري، طبعا نجاحها ده هيبقى عائد على الشعب صحيح. بشكل مباشر يعني. شكرا جزيلا معالي النائب محمود عصام عضو مجلس النواب. والحقيقه انه هيئه قناه السويس يا جماعه من اهم موارد النقد الاجنبي، رجعنا اهو لفينا تاني وشفنا، قال لك ايه لازمه الترعه، ايه لازمه الحفر، ايه لازمه ال 64 مليار اللي الشعب دفعها. النهارده جت علينا ايام مش هقول لونها، بقت موارد الدوله من النقد الاجنبي في ظل الارتفاع الجنوني للدولار اهمها هيئه قناه السويس، الى جانب طبعا التصدير والصناعه ومدخرات المصريين في الخارج اللي بيحولوها التحويلات بتاعتهم والسياحه. لكن اهو نخرج فاصل ونرجع نكمل اخبارنا.